رما يا اخويا فيه مالك صفاء فيه صفاء بنت عند خالتها بجراك البنت بجراك وتليفونها مقفول صفاء فيه انا عارفه بقى هاي البنت كان زمانها جاي فضلت تدلع عليها لغايه ما طلعتيها طلعتيها يا رما يا لهوي صلاة ولا هي صلاة فيها يا صلاة يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي يا بنتي ايه ده انت مستني حاجه لا خالص استني اروح اشوف مين اتنين من الحارة راحوا بغمضة عين ارتاحوا من المرض ما تاكل يا شاوي انت مكسوف ولا ايه؟ ما انا باكل اهو الا ازاي الحاجة زينة بقالها كتير مش باينة هي مسافرة ولا ايه؟ هي قاعدة عند خالتي اليومين دول ربنا يهديها ويهدي الأستاذ تمام صراحة يا شاوي انت من ساعة ما سبت البيت والبيت اتلخبط خالص معلش كل حاجة هتبقى أحسن إن شاء الله أنا سامع إن الأستاذ تمام بقاله ليلتين بايت في الجامع إيه؟ بايت في الجامع؟ أنت بتقولي إيه؟ أنا كنت فاكرة إنك أنت عارف لازم يعرف ينسحب من لسانك يا أخويا أنا لسه قلت حاجة أيوه هي يابا عايز حاجة أستاذ تمام؟ لا يا أخويا مع السلامة الله يسلمك تعالى يا شباب إحنا إيه اللي بيحصل لنا يا يابا؟ الشيطان دخل البيت وإيه اللي بيفرق بيننا يا ابني؟ تبقى الشيطان يابا ما تغلبتش عليه ليه؟ أنت الأستاذ تمام يابا قوم يابا قوم ارجع البيت يابا وارجع البيت ورجع أمي لمي شملنا تاني يابا يا ريت كنت أقدر يا ابني يا ريت كنت أقدر أواجه أمك إزاي بعد اللي عملته معاها أنا ظلمتها وهي عمرها ما ظلمتني طول عمرها كانت شايلاني أحط عيني في عينها إزاي إزاي يا شوقي بعد اللي عملته إزاي أمي غلبانة أول ما تروح تاخدها في إيديك هترجع هترجع يا أبا أمك على قد ما هي طيبة على قد ما هي عنيدة ودماغها ناشفة لكن برضو مهما عملت أنا هعذرها مش ده البيت مش ده البيت اللي أنت طول عمرك بتبنيه على الدين والطاقة دلوقتي بتهده بإيدك ما هو ده اللي تعبني يا شوقي هو ده اللي تعبني يا ابني عشان خاطري يا ابني عشان خاطري يوم ارجع البيت وانا هروح اجيبها لغايه عندك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه بس ارجع بات في البيت يا ابني عشان خاطري ابات في البيت ازاي يا شوقي ابات في البيت لوحدي لا انت ولا امك ولا اختك عايشه في البيت ابات لوحدي ازاي يا شوقي عشان كده يا مرهم ما كنتش بحب ارجع البيت عشان امي مش فيه بس خلاص يا ابو ارجع انت ارجع بات في البيت وبلاش بلاش نوبة الجامع دي يا ابو حاضر حاضر يا ابني وربنا يقدم لي في الخير يا ابني ربنا يخليك يا تشمتي تقتلي القتيل وتمشي في جنازته ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته هي اختك احسن من ابويا انت تعملي فيا انا كده اشرب يا صلاح وبكيف ابوك كان عايز يقتلني ضرب عليا نار المسدس كان صوت وانا ايش عرفني انا قتلته وهو بيصلي ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارف انا كنت بقضي واجبي وانا كمان كنت بقضي واجبي اختك
فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش اسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ اهي دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. اه كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك انت. ضيعتيني. انت اللي ضيعتيني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي اتفرج عليا وحبل المشنقه حول رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. اه بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. قول يا معلم، نص ال 50 جنيه دلوقتي، والنص ده لما تيجي تنتخب فوقه، بس هتنتخب لطف، خدك من حمزه ده خالص. وانت شرط، قول يا سيدي. امسك اديله اي خدمه. تمام؟ بكره تيجي تاخد النص الثاني على طول. ماشي. خلاص يا كابتن. اسمع انت، هو اسمع يلا، مش الرئيس تيجي بكره؟ طبعا خيط وحش ولا تقدر بلعك قلبك. حاضر يا باشا. يلا رجاله يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ انا تعبان، تعبان قوي. البيت من غيرك ظلمة. ومن غيرك انت كمان، البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغايه عندك بقى حاجه. يلا يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا شوقي، انا مش هطلع البيت غير لما امك تسامحني. مش سامحاك. سامحاك يا اخوي، وانت كمان لازم تسامحني. انا اللي غلطت، ما عرفتش احافظ عليك، كان لازم اخليك ما تعملش اللي انت عملته ده. يعني بجد يا زينب انت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ اي انا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا ايه؟ يا استاذ تمام. يلا يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجه واحده كده، كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، امال فين عيش؟ سبقتني يا اخويا على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد امك وزبونا انتوا كمان على البيت. انا هختلف نفسي شويه وهحصلكوا على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك. يا سلام. الف حمد وشكر ليك. الف حمد وشكر ليك.
زبالة التهوة واقفين هنا ليه؟ يلا هذا التهوة امشي يلا موقف الحمير اتنقل من هنا يلا امشي فيها يا دكتور ايه خلاص يا بابا لما اقول امشي تمشي خلاص يا بابا مش مستاهلة يعني الله اوعى بس انت شوف يا هذا التهوة احنا بطلنا حكايات الحقن والبرشام دي اي مخلوق فيكم هيعتب هنا وعايز برشام من غير روشتة انا هبلغ عنه البوليس احطه في السجن يلا حبيبي ورينا عرض كتفك انت اهو يلا حبيبي الدار ورينا الحلاقه تامر افتح لك زخانة هات الطبنجة من جوه حاضر يا بابا فين يا استاذ زليل اثبات كفاله اليتيمه مريم اذا سمحت لي الهيئه الموقره التأجيل لتقديم المستندات والاستعداد يا فندم أنا والد الطفلة بالتبني في كل الأوراق الحكومية الرسمية وهم ما عندهمش أي دليل بيضيعوا وقت لا عندي دليل فضلي قدمي حضرتك أنا ما أقدرش أتكلم إلا في وجود الطفلة مي هاتوا البند فين الطفلة مي ماما مي مي حبيبتي انت كمان وحشتيني قوي وحشتيني قوي يا مي حبيبتي ايوه يا استاذه ليلى طفله موجوده اهي اتفضلي اتكلمي خلاص يا فندم ماليش طلبات انا كان نفسي اشوفها بس واديني شفتها سعاده الرئيس استسمحكم عذرا ان يكون حديثي اليوم عن المشاعر الانسانيه القانون ونصوص القانون لا تتماشى مع حقيقة الواقع موكلتي لقت البنت دي وأودعتها الملجأ لأنها خايفة من المجتمع خايفة من الناس وكلام الناس اللت والعجل جامت البنت منين والبنت دي بنت مين هربت من كل ده لكن رغم ذلك لم تنقطع عنها أبدا طيلة 9 سنوات جيب لها الأكل والشرب واللعب حتى عيد ميلادها كانت بتعمل لها عيد ميلاد كل سنة رغم انها ما تعرفش اتولدت امتى كان عيد ميلادها هو اليوم اللي اودعتها فيه الملجا المدعي عليه تقدم بطلب للملجا بكفاله اليتيمه مي وهذا حقه وجزاه الله كل خير لكن ليس من حقه انه يمنع ام ان تشوف بنتها ليس من حقه انه يمنع مي ان تقول لها يا ماما هي اللي ربتها مفيش حضن تاني ادفى من اللي ربتها ساعه الرئيس أنا عشان كده النهاردة بترافع عن المشاعر الإنسانية فإذا المحكمة قضت النهاردة فقدوا عدلا بمشاعركم بوجدانكم بضمائركم أخذوا عدلا بحقية موكلتي للطفلة مي وشكرا وأنا يا فندم من ناحيتي ما عنديش مانع لو دف راحت مي رفعت الجلسة كنا في الوزارة عاملين حفلة كده حفلة تكريم يعني للسيد وكيل أول الوزارة بمناسبة بلوغ سن المعاش حفلة كده حفلة إيه اللي أنتوا عاملينها دي؟ ليه جت وقته سندوتشات بقى وحد يسقع ويشرب وكله وبتاع واخد بالك ولأن السيد وكيل أول الوزارة ده كان شاعر كبير وله دواوين فتحولت إلى أمسية شعرية وثقافية وكان السيد الوزير بجلالة قدره حاضر الأمسية واحد بقى من موظفين الغلابة حب يقول ايه كلمتين حلوين في حق الراجل قال كلمتين مدح كده وبتاع واوصفه ماشي وفجاه قال ممكن اقول بقى كلمتين من قلبي طب قول يا سيدي ها هتقول ايه هتتكلم في ايه في حب الله في مدح الرسول هتتكلم في ايه يا سيدي اتفضل قول الراجل فجاه اخانا كده وبدون مناسبه لقيناه بيصرخ بعلو صوته بيقول مخنوقين اه اه اه
او عزة جلال الله مخنوقين، كلنا مخنوقين، رحنا شمال رحنا يمين مخنوقين، كلنا غرزين في الطين، مش عارفين نروح لفين او نروح لمين، عشان ايه؟ مخنوقين وطهقانين ومش طايقين، والحياة حوالين رقبنا زي حبل المشنقة، ما الشوارع ضيقة والمدارس ضيقة والجناين ضيقة والمداين ضيقة والكنايس والجوامع ضيقة، طب امتى رح تفرج بقى؟ هو قال امتى رح تفرج بقى؟ وكل الزملاء الموظفين الغلابة صرخوا وصوتوا وسقفوا له جامد قوي. انا الدم غلي في عروقي، قلت له انا اقول لك امتى رح تفرج بقى؟ رح تفرج لما نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، رح تفرج لما نخاف الله سبحانه وتعالى في كل افعالنا واقوالنا. واحد تاني رح قايم قال بلاش كلام في السياسه بقى، واسمعها دي: المرأة التي على قبة الجرح والماء تحرض المجرى على تفجير الاستاتيكي. بنزل هزور. الراجل ده بيقول ايه؟ ما هو ده الشعر المقرر على الثانوية العامية. ايه والله عارفين الثانوية العامية؟ ها؟ مسمينا ايه؟ العامية. ليه عامية؟ لأنها مش شايفة اللي بتعمله فينا واللي بتعمله في ولادنا واللي بتعمله في بيوتنا، مش شايفة الزعر والرعب اللي زرعاه جوانا. وكل ده عشان ايه؟ عشان تخرج عيال بيتلطموا في الشوارع، اللي قاعدين على القهاوي واللي مرميين على النواصي. عشان كده ثانوية عامية، عشان مش شايفة، ونتيجة انها مش شايفة بتخرج لنا مهندسين يبنوا عمارات تقع فوق دماغ اللي ساكنين فيها. مش اللي بيحصل؟ تخرج لنا دكاترة بينزل هو في بطون العيانين وبيموتوهم بالبنج. بتخرج لنا وبتخرج لنا وبتخرج لنا. الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه ولا ايه. هقول لكم صلوا على حضرة المصطفى واذكروا الله من قلوبكم يا سيدنا، قولوا لا اله الا الله. وصلى اللهم عليك علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. واستودعكم الله، وإلى لقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي يابا تيجي تقعد معانا اليومين اللي جايين دول. أيوه، وما تقولش لا يا عم ماهر، والمسيح الحي ما هنسيبك تاني. اللي تشوفه يا ربنا يخليك وعقبال عندك يا رب. النبي حاجة تعيننا اتجوز يا حبيبي. ان شاء الله يا رب يسمع منك كده. مش اي خدمات عايزها؟ تعيش يا كيمو، انما زبط لي ميكروباص الحاجة. حبيبي يا كيمو، الله يبارك فيك يا رب وعقبال عندكم ان شاء الله كلكم. السلامة يا حاجة، ادعي لنا. يا واد مش هوصيك بقى، والنبي البت دي غلبانة، خد بالك منها. فعلا يا أم، يا رب ويرزقكم حتة عيل صغير كده. مستنيين أمر ربنا والبركة فيك يا حاجة وفي دعائك. يا رب أدعي لك يا أختي، وقلبي حاسس كده إن أنا هرجع ألقاك حبلة إن شاء الله. اسمع من بوقك ربنا يا أم. يا رب يا حبيبي. فتح لأمي يا أم. مبروك يا حاجة الفيزا، ترجع لنا بالسلامة يا حاجة. روحي ترجع بقى بالسلامة يا حاجة. الله يسلمك. خدي بالك من نفسك يا أخي، خد بالك من نفسك انت. يا رب تروح القدس وتقدس هناك إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب، توصلي بالسلامة يا حاجة وترجعي لنا يا رب بالسلامة. بالسلامة يا حاجة. بالسلامة يا حاجة، الفتحة أمانة. ربنا عالم والله، إن شاء الله أرى لك الفتحة وربنا يفك عقدك يا رب. قادر يا كريم يا يسمع من بوقك ربنا يا حاجة. في ايه سنة حبيبة قلبي؟ ادعي لي ربنا يصلح الولاد يا رب يا رب ان شاء الله. يا ابني انت ربنا يصلح ان شاء الله يا اختي، بس شدي اللي في قلبك انت وكل شيء يبقى كويس. شدي اللي في قلبك، ده شغل دعاء ان شاء الله. ربنا يسامح دنيا واخره ان شاء الله يا اختي. هطلع اعمل لكم لقمه تاكلوها. شكرا يا طن. اسمعي يا ليلى، بعد الزغاريف اللي انا سمعتها دي النهارده هتقدم لامي وهتجوزك النهارده وهتوافقي غصب عنك، والاموره دي هتيجي تعيش معايا. مش وقت يا طارق. لا بقى وقت يا ماما. عم طارق دي كانت مني
وانا موافقه ايوه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. نمسي الحج كده وخليكي زي القمر. ربنا يكتبها لنا يا رب. البركه يا حاجه البركه. بل عندك ان شاء الله. بقول لك ليك في الطاوله. اتمنى عليك تحط تبغيني. ادعي لي يا حاجه ادعي لي ربنا رجع لي نور عينيا. يا اخويا ما افتكرش بقى. ادعي له من ايديا وخلاص. يا رب ربنا يهديه ويخليه لك يا اختي ويبارك لك في اولادك ان شاء الله. يا خالتي يلا امان عليك يا نبي سلمي لي على حبيبتي وادعي لي. حاضر ربنا يا بنتي يسترك يسترك دنيا واخره يا حبيبتي. يا حاجه سايق عليكي النبي والنبي يا حاجه لا تدعي فتحي ربنا يشفيه. امه اسمها توحيده. ها توحيده يا رب فتحي ابن توحيده تسلم مني وتقبل مني يا رب. هات لي ميه زمزم معاك يا حاجه. يا حاجه نفيسه والنبي السلام على بابا السلام على بابا والفتحه على بابا يا شيخه. ادعيلي ربنا يتوب عليا ويسامحني. تسافر وتيجي بالسلامه يا حاجه والفتح امانه يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. عقبال ما نوصل امك كده وراها تحب يسمع من بقك ربنا. بحبك يا بت. خلاص بقى الناس هتاخد بالها. الف سلامه لعلمك ربنا يكتبها لنا يا رب. انتم السابقون ونحن اللاحقون. يابا اللي انت بتقوله ده المره في الساعه ايه يا ابني؟ في ايه؟ الله ربنا يكتبها لنا فيها ايه لما الواحد يروح يحج؟ ويا ريت كمان بقى اموت هناك عشان ربنا يغفر لي ذنوبي كلها يا رب. يا رب ايه؟ عايزني اموت يا ابن الكلب؟ يابا مش انت اللي بتقول؟ انا بامن على كلامك. مش قلت نفسي انا اقول؟ اه لكن انت تقول بعد الشر. بعد الشر عليك يا ابو كريم. طب ايه رايك بقى ان انا مش هموت بالعد فيك؟ ها الله يخليك. الست نفيسه طول عمرها بتحلم تحج وهتحج على حساب التلفزيون. بس احنا زي ما احنا يا ولاد. معكش اي حاجه لحسن على لحم دماغي؟ بصراحه انا نغبط. انت مالك يا ابني بتتلفت كده ليه؟ ايوه بسالك انت. ليه نغبط؟ عارف ان انا مبطل من ساعه اللي حصل الواد جمال. بعدين انت طلاب الحاره بتسالني انا؟ ما تتزهقش عليا يا ياد شكلك مش مبطل. لا والنعم مبطل وان شاء الله متماسك لحد الان. طب انت عرفت ان انا نقلت نشاطي بره على الشارع؟ بجد؟ اه. نغمه مكتوب بقى نغمه من البتاع ده وربنا يكرمك كده. ادعي لي اعرف. ادعي لي. ان شاء الله يا رب الله كده تبعت ان شاء الله وتروح هناك. من الحارة المصرية نقدم لكم صورة حية لوداع أهل الحارة لإحدى الفائزات في مسابقة الحج السنة دي، الحجة نفيسة سيد أحمد. تقولي لنا إيه يا حاجة قبل ما تسافري الأراضي الحجازية؟ يا حبيبتي أقول لك إيه؟ أقول يا رب كبرت خاطري يا رب. الحمد لله لولا ربنا والبركة في التلفزيون وفي الأستاذ تمام. الحمد لله ربنا كتبها لي. مش عارفة بقى أنا أشكره قد إيه وأعمل إيه. يا واد يا واد يا عبد الله. يا واد عشان تطلع في التلفزيون يا واد. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر التلفزيون وبقول يا رب كل أم تحج إن شاء الله. وشكرا يا مصر. شكرا يا مصر.